بس الضياع حارقين الجبل كله يعني طلع عليه. مين التحق؟ انا قلت والله غير يلتقي بالمنطقه هون اللي احترقت. وين؟ الساعه 1 بالليل فقط. اوه من الصبح طبعا. السواد هذا عندهم يا اخي. وابو امجد امبارح طول الليل نسمع صوت تفجيرات. شكله الغام. الغام ما بقول لك هذول بتلاقيها شك وش اللي بين الشوك. فما قدروا يمشوا فيه لغايه ما يتاكدوا. لحاله ولا؟ حرقوا بعد ما حرقوا بينت الارض عليهم فجروا. هي كانه في سياره طبعا. هاي تمشيط، هذا الشارع جاي نص زفلت ونص تراب، شايفه؟ يتمشط وبرجع بفحص الشارع مره ثانيه، ببين اذا حدا مشى.